هو امر اريس كوماند او ان انا امسح حاجه موجوده عندي في قائمه موديفاي اريس او في الاختصارات هنا او اي انتر او ديليت من الكيبورد تقدر تستخدمه انك تمسح اي حاجه انت عايزها او اي انتر. ممكن استخدم امر كوبي لو انا في حاجه عايز اكرر وجودها ممكن المستطيل ده عايز اخده كوبي اختصاره سي او انتر بيطلب منك اختيار بيز بوينت. يعني ايه بيز بوينت يا باشمهندس؟ يعني نقطه مرجع او نقطه اصل للشكل اللي انت عايز تاخده كوبي وليكن الكورنر ده مش شرط تكون النقطه دي على الشكل كليك. ممكن احط في اي مكان انا عايزه عشوائي او اتحرك مسافات ممكن اقول له اطلع مسافه 6 يحط لك مستطيل على بعد كام؟ 6 وهكذا. ممكن اكون حطيته قريب وانا عايز احركه ازيد او حطيته في مكان غلط يبقى استخدم امر موف. موف يبقى انا هحرك فاختصاره ام انتر بحدد برضو بيز بوينت اجي كده اختار نقطة البيز بوينت بتاعتي كليك وابدأ اتحرك المسافة او عشوائي وليكن عايز مسافة 2 حركته مسافة 2 وممكن اتحرك عشوائي عن طريق الكليك. صعب يا شباب؟ نجرب كده الثلاثة دول اريس كوبي موف. طيب بعد كده عندنا امر اوفست هو امر شبيه شوية للكوبي بس بيعمل خط موازي للخط اللي انت بتعمل له اوفست او لو كان شكل مغلق بيكبره او بيصغره حسب الاتجاه اللي انت عامل بيه الاوفست. فمثلا لو خط زي ده كده او خلينا خط سيمبل خالص مثلا ده نقول له او انتر اوفست اختصاره او انتر نكتب المسافة وليكن 5 انتر واختار الخط واتحرك يمين او شمال بيعمل خط موازي ليه على بعد المسافة اللي انت مختارها. طب لو كان شكل مغلق زي ده هقول له او انتر وليكن مسافة 3 واختار واطلع لبره تلاقيه بيعمل ايه؟ بيكبر بس مش هيرضى يصغره لان الثلاثة كبيرة عليه شوية. فممكن نروح لواحد تاني اوفست مسافة 1 نختاره وندخله لجوه بيعمل ايه؟ بيصغر لكن هنا لبره بيكبر. شايف؟ نفس الكلام بالنسبة للدايرة. شايف؟ لبره بتكبر ولجوه بتصغر. يبقى انا اوفست شغال معايا كانه كوبي في بعض الاحيان وشغال معايا ان انا ابعد مسافة موازية للخطوط اللي عندي. ساعات بيبقى عندك خط محتاجه يطول او محتاجه يقصر. لو محتاجه يقصر بستخدم تريم، لو محتاجه يطول بستخدم اكستند. ازاي يا باشمهندس بستخدم العملية دي؟ لو سي ان احنا عندنا خط مثلا بالمنظر ده وانا عايز اطول الثلاث خطوط دول اوصلهم للشكل اللي هنا هستخدم امر اكستند اختصار امر اكستند اي اكس انتر وبختار الخط اللي انا عايز اوصل له بعدين الخط اللي انا عايزه يطول سوري ما دوستش انتر اي اكس انتر اختار الخط اللي انا عايز اوصل له انتر اختار الخط اللي انا عايزه يطول. ممكن انفذه بطريقه اسهل عن طريق اي اكس بعدين مرتين انتر 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 وادوس كليك بتلاقيه بيطول على اقرب مسافه ايه؟ لناحيه الخط اللي انت طالبه. وممكن تكمل بيه يعني لو دوست تاني هيبدا يدور على ايه؟ على خط يطوله عليه. شايف؟ ممكن اكمل كمان بس اقرب شويه. شايف؟ يفضل مكمل بدل ما انت بتعمل ايه؟ اكستند. تريم لو انا هقص زي الحته الزياده دي او الحته الزياده دي اقصها ازاي؟ تي ار انتر اختار الخط اللي عايز اقص عليه انتر اختار الجزء اللي عايز اشيله. ممكن اعمله بنفس الفكره بتاعت اكستند ان انا ادوس تي ار انتر انتر واختار الخطوط وهو اوتوماتيك هيقطعها على اقرب حد. طب ينفع وانا بنفذ امر اكستند اخليه تريم؟ اه ينفع. ازاي يا باشمهندس؟ لو انا عندي مجموعه من الخطوط مثلا كده خط عايز يطول على خط عايز يقصر ف
فاقول له اكستند اي اكس انتر انتر واطول اللي انا عايزه. وعايز اشيل الزيادات دي اروح دايس شيفت وافضل دايس واختار اللي انا عايز اشيله. انا ما طلعتش من امر اكستند، انا عملت ايه؟ دوست شيفت راح عاكس الامر، بدل ما هو اكستند بقى تريم. ولو عملتها في تريم هيبقى ايه؟ اكستند. صعبه؟ نجرب كده اوفست تريم اكستند. ممكن يبقى في عناصر محتاجه ان انت تلفها بزاويه معينه، فاستخدم امر روتيت. فهاجي مثلا على مستطيل زي ده عايز الفه بزاويه 90 درجه، فاعمل اختصار امر روتيت ار او انتر، واحدد بيز بوينت ولتكن النقطه دي كليك. اما ان انا الف عشوائي كده او باستخدام القرص والبولر، او اكتب الزاويه ولتكن 90 درجه. لف معايا ب 90 درجه. ممكن الف زاويه مختلفه روتيت بيز بوينت هنا 45 درجه وهكذا. ممكن يبقى عندي تماثل عكسي في منشأ او في رسمه، فارسم نصها وابقى عايز اعمل ايه؟ ميرور للنص الثاني او اجيبه العكس، فاستخدم امر ميرور او مرايه. يعني مثلا عندي المستطيل ده عندي واحد شبهه الناحيه الثانيه بس عكسي، فاروح جاي مختاره واقول له ام اي انتر واختار النقط اللي بتمثل المرايه. المرايه عباره عن خط، والخط بيتمثل بكام نقطه؟ نقطتين. كليك. وقبل ما ادوس الكليك هو هيوريني شكل الايه؟ الميرور بتاعي. ادوس كليك اختفى الشكل، لانه بيسالك سؤال اريس سورس اوبجكت، امسح الاصل. هقول له نو، لو عايز تمسحه يبقى يس. في بعض الاحيان بنبقى عايزين نخلي كورنر المستطيل في دايره كده دوران كيرف، او نطير الجزء البارز من المستطيل كده بتشامفر، او ان انا اشطفه. ففلت تعمل لك الدايره، تشامفر تعمل لك الجزء الطاير ده، او ان انت تطير الكورنر بتاع العمود. فلت اختصاره اف انتر، بس لازم تدخل راديوس للدايره اللي هيعمل بيها الفلت، فتروح قايل له ار انتر وليكن الراديوس بنص، واختار الخط الاول واختار الخط الثاني. راح عامل ايه؟ فلت بالمنظر ده. نفس الكلام لو تشامفر، سي اتش اي اختصار تشامفر، بس هنا مش راديوس، هنا مسافه، فيبقى الاختصار ديستانس دي انتر. واكتب مثلا المسافه نص والمسافه الثانيه نص، فاختار الخط الاول يروح باعد منه نص، اختار الخط الثاني يروح باعد منه نص، وموصل ما بينهم. مش شرط يكون المسافتين متساويين. طب افرض ان انا عندي خطين مش متقابلين كده، ورحت جاي عامل لهم فلت، هيعمل له عادي اهو. بص هيوصلهم ببعض ويروح عامل ايه؟ كيرف. طب افرض يا باشمهندس انا هدوس كنترول زد، ارجع في كلامي اندو يعني. افرض ان انا كنت عامل الراديوس بزيرو، ايه اللي هيحصل للخطين دول؟ هيتوصلوا ببعض فقط لا غير. يبقى انا ممكن استخدم فلت او تشامفر في حاله المسافه بصفر، ان انا اوصل بين خطين ايه؟ مش متوصلين ببعض، حتى لو كان الخطين دول مثلا حاجه بالمنظر ده. يعني واحد قطع التاني اهو. بص فلت، شايف شلك الحته الايه؟ الزياده. صعبه؟ نجرب كده فلت وتشامفر. و في عندنا امرين مهمين جدا لهم استخدام مهم، واحد اسمه سكيل، واحد اسمه ستريتش. لما يبقى عندي عنصر وعايز اكبر العنصر ده، يعني مثلا رسمت مستطيل 3 في 5 وعايز اخليه 6 في 10، ممكن استخدم امر سكيل. لو عندي مستطيل وعايز اطول منه ضلعين معينين يطولوا لقدام شويه، او امط الضلع بمعنى اصح، هستخدم امر ستريتش. تعال نشوف الفرق ما بينهم في الاستخدام. لو انا رسمت مستطيل بابعاد وليكن 3 في 5 وعايز اخلي المستطيل ده 6 في 10، بختار المستطيل واقول له سكيل اس سي انتر، بيطلب مني تحديد بيز بوينت ولتكن النقطه دي كليك،
بعد كده بيطلب مني ان انا اكتب سكيل فاكتور. يعني ايه سكيل فاكتور؟ يعني انت عايز تضربه في كام؟ هقول له اضربه في 2، 2 انتر، يعني خلاه الضعف. ممكن اصغره اس سي انتر واختار بيس بوينت، ممكن اضرب في ربع فيبقى كده انا بصغر. شايف؟ طب ايه الفرق ما بينه وما بين ستريتش؟ لا ستريتش يبقى انا همط الضلعين الرأسيين دول. مثلا لو عملنا ويندو سيليكشن وما ينفعش في امر ستريتش ان انت تختار بالكليك، لا لازم تعمل كده ويندو سيليكشن من اليمين للشمال اللي بيبقى لونها اخضر، اروح دايس عليها كده. ويفضل طبعا ان انا ما اختارش الشكل بالكامل، لا الجزء فقط اللي انا عايزه يطول، واقول له اس انتر. هيطلب تحديد بيس بوينت، اختار اي بيس بوينت على الشكل او على او بره الشكل، كليك وابدا اطول. شايف؟ اهو كليك بيطول معايا بس في الاتجاه الرأسي بس. طب عايز اطوله في الاتجاه الافقي، يبقى اعمل الويندو سيليكشن كده واقول له اس انتر واختار بيس بوينت واطول في الاتجاه ده. طب لو انا غلطت وعملتها على الشكل بالكامل ايه اللي هيحصل؟ بص هتلاقي الشكل ايه؟ بيتحرك. طب لو عملتها على حته كده هتلاقيه بيطول ويقصر ازاي؟ شايف؟ من النقطه دي بس. يبقى ده الفرق ما بين امر ايه؟ سكيل وستريتش. نجربهم كده. من الاوبشنز الجميله جدا في امر سكيل ان انت ممكن ما تبقاش عارف انت عايز تكبر بنسبه قد ايه. يعني عندك رسمه ومحتاج انك مش عارف ابعادها ومحتاج تخليها ببعد معين، فهو يعملها لك. زي مثلا لو رسمت مستطيل وانا مش عارف ابعاده، وانا عايز ان المستطيل ده الضلع ده فيه يبقى طوله 3، اعمل ايه؟ اختاره واقول له سكيل اس سي انتر واختار بيس بوينت، بعد كده اقول له ريفرنس مرجع او ار انتر. هيقول لي فين الريفرنس؟ هقول له انا عايز من هنا لهنا. هيقول لي عايزهم ايه؟ اقول له عايزهم طولهم 3. عمل ايه الراجل؟ خلى طول الضلع ده 3 وضرب الرسمه كلها في نفس السكيل. يبقى هو نسب الرسمه لانهي ضلع؟ للضلع ده. بحيث ان انا لو معايا بعد كده رسمه انا واخدها من حد ومقاس باب مثلا، بس الباب ده كبير شويه مش جاي على قد الفتحه اللي انا عايزها، اروح اعمل له امر ايه؟ سكيل ريفرنس. ونفس الكلام لو عندي روتيت، لو عندي خط بس شرط اساسي انه ما يكونش زوايا من زوايا البولر، والخط ده انا مش عارف زاويته وعايز الفه بحيث ان هو يكون افق، اعمل ايه؟ اختاره واقول له روتيت ار او انتر واختار بيس بوينت، بعدين اختار ريفرنس واقول انا عايز الريفرنس الخط ده من هنا لهنا، هتلاقيه بيلف معاك ويجي افقي عادي. يبقى انا هنا ايه؟ امر ريفرنس اداني ميزه كبيره جدا. جرب كده تستخدم سكيل ريفرنس، روتيت ريفرنس. اخر امر معانا في قائمه موديفاي امر اري. الري امر بيستخدم لتكرار الشكل اكتر من مره. لو عندي شكل عايز اكرره في شكل مستطيل يعني اعمده وصفوف، هيبقى عن طريق ريكتانجلر اري. لو عايز اكرره في شكل دائري هيبقى عن طريق بولر اري. لو عندي مسار معين وعايز اكرر الشكل عليه ممكن استخدم امر باس. تعال نجرب مثلا يكون عندنا وليكن دايرة بتمثل ترابيزة وهحط حواليها مثلا كراسي، فعايز الكراسي تلف حوالين الترابيزة. هختار الدايرة واعمل امر array اختصاره AR انتر. هتلاقي عندك ثلاث انواع بين الاقواس: rectangular, pass, polar. مين الانسب؟ polar، فهكتب PO. هيقول لي فين السنتر اللي انا الف حواليه؟ انا عايز الكراسي تلف حوالين مين؟ الترابيزه، يبقى حوالين سنتر الترابيزه، كليك. راح اعمل لك ست كراسي. لو مش عايزهم سته، دوس اسكيب ودبل كليك على الكرسي. راح قايل لك ان عدد الايتمز كام؟ ست، انا عايزهم 12. خلاص اتعملوا 12، عايزهم 8. بقوم 8. طب مش بس كده، انا عايز اكرر
اتجاه افقي وراسي، هختار وراح قايل له array rectangular r enter، واقول له بس انا ده عمل لي 4 و3 وانا عايزهم 3 و3، باسكيب ودبل كليك على الاري واقول له انا عايز الكولومز 3 وعايز الروز 3، بس المسافه اللي هو عاملها هنا 26 وهنا 26، انا عايز المسافه بين كل ترابيزه وترابيزه من سنتر لسنتر كده 30 مثلا، اروح معدلها. مش شرط يكون في تساوي، انا بختار المسافات زي ما انا عايز. زي ما هتلاحظ ان الاري لما بتتعمل بتبقى عباره عن ايه؟ بلوك كلها ماسكه في بعضها. لو انا فكيتها ما بعرفش ارجعها اري تاني. اهو اكس انتر خلاص بقت كل واحد لوحده. طب افرض يا باشمهندس ان انا عندي مثلا خط مايل بيمثل سلم مثلا، يعني قول السلم هيبقى ارتفاعه درجه 15 سنتي والجوينج 30 سنتي حاجه كده مثلا، وهنميله بالمنظر ده، ممكن امشي على امتدادها كده، مش راضي خليني امشي على امتدادها، ممكن اخد منها كوبي واعمل موازي ليها اهو، وعايز اكرر على الخط الكبير ده، هختار الشكل وبعدين اقول له array ar enter واقول له باس مسار، وراح مختار المسار، راح مكرر بس عشان انا المسافات بتاعتي مش مظبطه راح بعيدهم لي عن بعض. ممكن اختار الشكل بدبل كليك وابدا اشوف انت عايز ايه، عايز مسافه بين الاشكال كام، 45 من 100 مش عارف المسافه، ممكن اقول له بدل مسافه اقول له ديفايد قسمها انت، بس للاسف بتبقى معلقه، لازم تدوس سكيب وبعدين دبل كليك تاني وتبدا تغير العدد. ممكن اخليهم 10، شايف بداوا يقربوا من بعض، 9 كويسه كده اهو بالمنظر ده. يبقى انا اقدر اتحكم في طريقه التكرار، سواء كانت ديفايد يعني اقسم وانا اديله عدد، او ميجر وانا هنا هكتب ايه مسافه، بس زي ما قلت لك التبديل ما بينهم بيعلق، فلازم تدوس اسكيب بعدين دبل كليك تاني هترجع تلاقي الاوبشن بتاعك الصح اشتغل. مثلا عايز المسافه ما بينهم 3 من 10 لزقوا في بعض اكتر، عايز المسافه 35 من 100 وهكذا. صعبه؟ نجرب كده امر array بالثلاث انواع بتوعه. تعالوا نعمل التمرين رقم 10، عمليات هندسيه من اللي كنت بتعملها في اعدادي هندسه. عايز ارسم خط راسي بعدين خط راسي تاني على بعد 5 كخطوط مساعده، فهروح للاوتوكاد ممكن امسك اي حاجه مرسومه عشان الابعاد تبقى مظبوطه، واشتغل زد انتر اي انتر عشان افعل الليمتس مره تانية وتبقى الرسمه قريبه، فاقول له ال انتر وخليك ترسم بابعاد، دوس كليك واعمل الخط مثلا طوله 12 انتر عشان محدش يعمله مثلا 100 كيلو فيعمل اوفست 5 ما يبقاش شايف الايه ال 5 متر، هقول له اوفست 5 واتحرك في الاتجاه اللي انا عايزه، ال انتر واحط خط افقي وبعدين اشوف المسافه في الافقي، قال لي 1.5 بعدين كام؟ 4.5، فاقول له اوفست 1.5 بعدين اوفست 4.5، بعد كده ارسم السيركلز، عندي دايره هنا في المركز ده قطر 1 ودايره اكبر راديوس كام؟ 1، فاروح كده تاني اقول له سيركل من هنا كده قطر 1 بعدين سيركل من هنا برضو عايزها دايمتر، اعمل ايه؟ دي انتر 1. طب لقيت ان الدايرتين دول هم الدايرتين دول هم الدايرتين دول، فممكن اعمل امر ايه؟ كوبي او اختارهم كده كوبي سي او انتر، فين البيس بوينت؟ سنتر الدايره، وابدا احط واحده هنا واحده هنا، عندي دايره هنا مماسه للدايرتين دول ونص قطرها كام؟ 3، سيركل واختار مين؟ تانجنت تانجنت، ادي مماس وادي مماس،
وثلاثة. عندي خطين ممسين لدوائر كنا بنرسمهم ازاي يا باشمهندس؟ لاين وبكتب ايه؟ تان، واخد من هنا واكتب تان واخد من هنا، بعدين ال انتر واكتب تان من هنا، وبعدين اكتب تان من هنا. امسح الخطوط المساعده ما عدتش محتاجها، بس مش ده الشكل اللي انا عايزه. فابدا انفذ امر ايه؟ تريم تي ار انتر انتر، واختار الجزء اللي انت مش عايزه. وصلت للشكل اللي انا ايه؟ محتاجه. صعبه؟ ممكن اسيف بقى مثلا، خلاص الرسمه بتاعتي جاهزه، ولو ده الهوم ورك هتجيبه معاك وانت جاي. يلا نجرب كده نعمل